أنا أعرف رجلا هذا ذهب أرسلت أخي ليحفظ عنده القرآن في بادية بوادي المغرب. هذا الرجل مكث 50 سنة يحفظ كتاب الله. وأنتم تعرفون أن عندنا في المغرب الناس لا تحفظ القرآن من المصحف إنما تحفظه من اللوح. فيوقظهم قبل صلاة الصبح قبل أذان الصبح وليؤذن الصبح متى ما شاء. يعني أحيانا الصبح يصل عندنا في المغرب في 23 دقيقة هم يستيقظون ساعة قبل الصبح، يعني ما يكادون ينامون إلا وأيقظهم ليراجعوا ألواحهم، ثم ليمسحوها يغسلوها، ثم ليصبغوها، ثم لتجف، ثم ليرسموا فيها يكتبوا فيها ما يلقيه عليهم شيخهم، ثم لتصحح الألواح. اليوم من الثالثة أو قبل الثالثة صباحا وهم مع كتاب الله إلى 12 ليلة. ثم يأتيك الآتي فيقول لك وهذا ألقي إلي، يقول لي مرة إنسان، من من الناس لا يغلط، من من الناس لا يقع في الإثم، فيقول لي مرة واحد هؤلاء الناس الذين يحفظوا القرآن وهذا رجل شاب ملتحي وملتزم هكذا يظن نفسه. فقال لي هؤلاء الذين يحفظون القرآن من غير فهم له كمثل الحمار يحمل أسفارا. فغاضني ذلك جدا منه، وإنما جرأه على قوله ذاك أنه لم يعيش مع هؤلاء لينظر هو وليرى الذين عيشتهم التي عاشوها حتى جمعوا كتاب الله في صدورهم. فقلت له اسمع سأقول لك شيئا، أنت تقول هؤلاء الذين جمعوا القرآن في صدورهم لكنهم لم يفهموه كمثل الحمار يحمل أسفارا، وأنت لا تحمل القرآن، فأنت كمثل حمار ولا تحمل أسفارا. لم يرك ربك صالحا لأن تكون حمارا يحمل أسفارا. لم يرك ربك صالحا لأن تكون حمارا يحمل أسفارا. ثم قلت لها كلاما يعني أشد من هذا أطويه عنكم، هؤلاء قوم يقول ابن عيينة من جمع كتاب الله بين جنبيه فقد جمع النبوة بين جنبيه غير أنه لا يحايل. ثم تأتي أنت فاجعلهم كقوم ذمهم ربنا في كتابه، فيكون عوام الناس أشد تعظيما لكتاب الله من طلبة العلم. ما فضل هذا العلم إذن؟ إذا ما لم يفيدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت، وإن ألقاك فهمك في مهاوي فليتك ثم ليتك ما فهمت. أما أن يزاحم كتاب الله، يا فلان تحفظ القرآن؟ لا، من أين جئت؟ جئت من دورة كذا، من كتاب كذا، والله كنا نحضر دورة نخبة الفقه، لا نحضر نخبة كذا. جاني مرة إنسان قال لي عندنا جمعية وجمعية تعنى بتحفيظ الشعر والشعر الجاهلي والشعر كذا. قلت له هل هؤلاء الذين يأتونكم يحفظون كتاب الله؟ قالوا نريد أن تأتينا وتشجع الناس وتقول شيئا. قلت هل هؤلاء الذين يأتونكم يحفظون كتاب الله؟ قال والله ما. قلت لا أتيكم، أخاف أن أشجع الناس على أن يهتموا بشعر العرب ويزاحموا بذلك كتاب الله. كل شيء جميل أن تحفظه وتقرأه وتدرسه وتفهمه بعد كتاب الله.